في الفترة من عام 1950 لعام 1960 تربع الفنان إسماعيل ياسين على عرش الكوميديا في مصر، وفي الفترة من عام 1960 لعام 1970 كانت بداية سقوط نجم الفنان إسماعيل ياسين، ونفس الفترة برضو كانت بداية صعود نجم الفنان عادل إمام. توفي الفنان إسماعيل ياسين عام 1972، وتربع بعدها الفنان عادل إمام على عرش الكوميديا في مصر منذ بدايات التمانينيات. مايو 1971 تم إصدار كتاب المضحكون لرائد الكتابة الساخرة في مصر الكاتب محمود السعدني شقيق الفنان صلاح السعدني. يستعرض الكتاب عدد من رواد الكوميديا في فترة الستينيات، تحدث عن كل فنان ورحلة صعوده وعقباته ونقد فني له والأخطاء، ويقسم الكتاب الموهوبون إلى قسمين: أذكياء يعلمون كيف يحافظون على موهبتهم، وموهوبون لا يمتلكون الذكاء الكافي لجعل موهبتهم في الصدارة. تناول الكاتب الفنان إسماعيل ياسين وانتقده لأنه كان على القمة وكان الوحيد الذي صار اسم الفيلم على اسمه، وبعدها تدحرج من القمة إلى النسيان لأنه استهان واستخف بعقل الجمهور لدرجة أنه كان يقدم رواية مسرحية كل أسبوع تكتب في 3 ساعات تقريبا، ولا يهم إذا كان إسماعيل ياسين يردد نفس القفشات القديمة. وانتقده أيضا لأنه يحب أن يكون هو النجم الوحيد على المسرح، وليس من حق أي ممثل يعمل معه أن يحلم بأن يكون مكانه يوما ما. لم يهتم إسماعيل ياسين أبدا بتقديم موهبة جديدة، ليس حقدا منه ولكنه استخفاف بهم. حتى الذين عملوا معه من الفنانين الكبار قضوا معه فترة في المسرح ثم هربوا، أمثال عبد المنعم إبراهيم وعدل كاسب. وبنفس المنطق كان ينظر إسماعيل ياسين للسينما، حتى أنه تغير كل شيء بجانبه ولم يتغير هو، ولم يستطيع مراقبة حركة تغيير المجتمع، ولم يتفهم روح العصر، فهو تحول إلى آلة تمثيل وقبض الفلوس، حتى أنه يجيد القراءة والكتابة ولكنه لا يقرأ. واستيقظ فجأة فوجد من كان يعمل تحت يداه أصبحوا نجوم ومشاهير، ولم يفهم لماذا أصبح هؤلاء نجوم، ولم يتحمل مسؤولية ما وصل إليه، وألقى التهم على الذوق العام واتهمه بالفساد وأن زمن الفن الحقيقي قد ولى. ويجزم الكاتب أن إسماعيل ياسين لم يشاهد أحد من النجوم الجدد وقتها، أمثال فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ومحمد عوض ومحمد رضا. ويلقي الكاتب باللوم على أبو السعود الإبياري كاتب معظم أعمال إسماعيل ياسين السينمائية والمسرحية الذي تولى الفهم بالنيابة عنه. لذلك لم يفهم إسماعيل ياسين حتى تلك اللحظة لماذا سقط ولماذا انتهى به الحال إلى هذه النقطة. وأكد الكاتب على أهمية الفنان إسماعيل ياسين كفنان كوميدي كبير وعلى حب الجمهور له، وأنه لا يزال لديه الفرصة للعودة مرة أخرى للنجومية إذا وجد كاتب آخر، وإن أدرك سر التغيير الذي حصل وإذا فهم روح العصر. تناول الكاتب بعدها الفنان عادل إمام والذي كان في بداية مشواره الفني، حيث قال: استطاع عادل إمام في دور صغير أمام فؤاد المهندس في مسرحية أنا وهو وهي أن ينفجر كالقنبلة وأن ينطلق كالصاروخ في العلالي، ولقد أدرك تجار السينما أن هذا الطائر يصلح ليكون مصيدة لجمهور السينما، فأدخلوه في مفرمة السينما في أدوار هايفة وسطحية تصنع له فلوس ولكنها لا تصنع من عادل إمام نجما. ولقد وضع عادل إمام في مصيدة وراح يدور حول نفسه وسلم نفسه لمنتجين وضعوه في دور السنيد، نفس أدوار عبد السلام النابلسي، وبدل من أن يشق عادل إمام طريقه إلى البطولة رضي بذلك. وذكر الكاتب أن عادل إمام فلتة فنية، ولو أدرك عادل إمام كم هو موهوب وكم هو مطلوب لنجا بنفسه من الكمين الذي أعدوه له، ولابد أن يهرب سريعا من هذا الركن المحصور فيه لأنه فنان نابغ وموهوب وعظيم. ظل الفنان عادل إمام على القمة لمدة 40 عام، وكان من أسباب استمراره هو مواكبته للعصر وذكاؤه في اختيار المواضيع التي تمس المواطن البسيط وتعبر عن همومه، وحبه الدائم للاطلاع والقراءة والاستعانة بالمواهب الشابة في التأليف والإخراج، وتقديمه للعديد من الوجوه الجديدة في أعماله السينمائية مثل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأحمد آدم وفتحي عبد الوهاب وغيرهم الكثير. فهل عمل عادل إمام بنصيحة الكاتب محمود السعدني؟